شو حاطت ببالك؟ انت بس دير ظهرك وشوف لي هالتحفة. شو عم يصير معك يا حلو؟ يا سيد اللي ما عجبتك؟ انت شو طلبك؟ بس لا كتير تشغل تفكيرك، اللي بدك ياني ولا لا؟ خلصني يا حلو. اسمع، هذا الوقت اللي عم تضيعه وقت شغل، بدك تجي معي ولا لا؟ ما فيك توقف تصفن وضيع الوقت، فهمان؟ وإلا رح أمشي، رح دور لي على حدا غيرك.